السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم برنامج لإدارة المراجع أو المصادر. هذا البرنامج طبعا يختلف عن البرامج البقية بكونه مجاني ولا يحتاج إلى تنصيب تراك كباقي البرامج. البرنامج اسمه زوتيرو، فعند كتابة اسم البرنامج في المتصفح زوتيرو والضغط على البحث سوف تظهر لنا النافذة أو البحث بموقع البرنامج زوتيرو. بعد ذلك عند الدخول إلى البرنامج أو زيارة الموقع العفو راح تظهر لنا الداونلود. الداونلود بعد من نضغطها راح تطلع لنا بخياره. الخيار الأول هو تنصيب البرنامج في نظام ويندوز، ونقدر نحمله نسوي له داونلود، وراح نقدر نلقاه بالبروجرامز على السي والنصبة. وكذلك اكو فقرة ثانية، ومن تنصبة راح طبعا تلقاه على سطح المكتب يظهر لك بهذا الشكل، وتنصيبه ما يحتاج الى يعني غير معقد وبسيط جدا. الشغلة الثانية اللي لازم هم تنصبها، نصب الزوتيرو يسمونه كونكتر اللي هو خاص بالكروم، فيظهر هنا هو موجود. هذا يصير الخانة هنا، هذا موقع الزوتيرو، يعني يصير على إذا تروح هسه السيتنج، هو من السيتنج راح تروح إلى الإكستنشنز، فراح هنا بالإكستنشنز راح تلقى بأنه من الصوب موجود الزوتيرو هنا وجاي يشتغل يعني معشق ويا الكروم. بعد ما نصبنا راح ننتقل، راح كنا نلقاه على سطح المكتب هاي الأيقونة مالته، راح نلقى الزوتيرو موجود هنا بهذا الشكل. طبعا هذا يعني الواجهة مال البرنامج. فهنا عندك هاي الماي لايبراري اللي هي خاصة بيك، على مود أضيف مصادر. عندنا طرق كثيرة إضافة المصادر، فراح نتجه تقدر هنا طبعا بالماي لايبراري تقدر تضيف هنا أيقونات. إذا عندك أكثر من بحث تقدر تضيف هنا أيقونات جديدة خليها. بالنسبة له هنا ماي بوبليكيشنز، هذا بحوثك خلي بها بحوثك اللي كاتبه أنت إذا أنت تقتبس من عندها. أما إذا تريد تضيف مصدر فتروح على هذه الإشارة المربع. عندنا هنا وراح ينطيك السورسز اللي تريد تضيفه. فهنا مثلا موجود تريد تضيف كتاب بوك سكشن دوكيمنت جورنال ارتكل نيوز بيبر، او تريد تختار من هنا تريد تضيف ايميل كيس بوك اوديو ريكوردينج جورنال ارتكل نفسيته لتر رسالة هنا بيتنت. اوكي، فهنا تقدر تضيف اي شيء. فاحنا راح نضيف هنا، هذا طبعا الطريقة اللي نسميها الطريقة التقليدية. فاحنا نقدر نضيف هنا، راح نضيف بوك. فأول شيء هنا راح تطلع لك خيارات اللي هو بوك هنا، فالتايتل مال البوك فراح نقول جاري سنايدرز فوربس، هذا في المثال راح نضيف. الأوثر اسم الكاتب الأخير في البداية نقول ليتش
ننتقل للاسم الاول، خلينا نقول هاري. هنا عندك الابستراكت السيريز، اي ما مطالب يعني بيها انت تمليها كلها. بس مثلا اديشن نقول الفورث اديشن. اوكي البليس مثلا اوكسفورد، البوبلشر اوكسفورد University Press. The date مال publishing هنقول 2000. The pages, the language, اللغة، الرقم، يعني هواي شغلات تقدر نضيف. لكن احنا راح نستكفي بهذا. فهنا نضاف هذا اسم الكتاب. نريد نضيف بالطريقة الحديثة اللي هي استخدام الانترنت. باستخدام الانترنت مثلا نروح نبحث كتاب، طبعا بسبب ضعف الانترنت فانا لقدام باحث، نروح لجوجل بوكس، من جوجل بوكس مثلا نكتب غاري سنايدر، راح يطلع لنا هذا الكتاب. هذا الكتاب موجود جوجل بوكس. هذا الكتاب انا اخذت من عنده. فانت راح تنزل للنهاية راح تلقى معلومات الكتاب موجودة كرفرنس مال او رف مال. فعند الضغط على هاي راح يقول لك الزوتيرو كونكتر يضيفها، تقول له نعم، راح يطلع لك من نافة تقول له دان، وراح اروح الزوتيرو راح يطلع لك هذا موجود ضاف الكتاب. مرة ثانية نبحث طلع لنا كتاب مثل هذا. احنا نريد نروح لمعلوماته، فنروح about this book عن هذا الكتاب، هم طلع لنا معلوماته. راح نروح للنهاية مالته، اوكي فراح نسوي له هم ريفرنس، نقول له اوكي ضاف. عندنا مثلا سويت بحث اونلاين وطلع لي فد مقاله، هذه المقاله طلع لي اياها، وهذه المقاله موجوده على موقع اكاديميا. احنا مجرد ما نجي هنا نضغط ايمن راح تطلع لنا سيف تو زوتيرو، راح نختار اي وحدة من ذن يعجبك، نختار as embedded. راح يضيفه. هسه حاليا صارت عندنا هنا قوائم بالمصادر هذه اللي خاصة بالبحث مالتي. فنريد نحدد، نخلي المؤشر على اول اسم ونضغط شيفت من الكيبورد ونضغط اخر واحد فصار الكلمة متحددة. راح نضغط ايمن، نضغط ايمن على المصادر. اوكي احنا نحتاج هسه حاليا الى انه شنو نسوى هاي المصادر، رتبناها وحسب الستايل اللي نرغب به. فراح نروح لكرييت، اذا تريد مثلا هذه دمج، اذا عندك اثنين كتب نقدر ندمجهن. اوكي نقدر مثلا نحذفهن ودينا سلة مهملات. اوكي نقدر نصدرهن. هنا نجي الى كرييت بيبليوغرافي، نسوي بيبليوغرافي راح تطلع لنا. هذا هو الستايلز مالت. فهذه هي القائمة الرئيسية مال البرنامج في بعض الستايلز الرئيسية، وبي تقدر من هنا اضيف الستايلز اللي موجودة بالبرنامج. فمن خلال هاي الزائد راح يدزنا على نضيف الستايلز احنا ننزلي، او نقدر نقله اضافة مصادر او ستايلات
اضافيه، الحصول على استعدادات اضافيه. فهو هنا نبي البرنامج اوتوماتيكيا الستايلز مالته تقريبا بال 9000 ستايل، حاليا 9724 بين فتره وفتره يحدث. وهنا نبي العلوم اذا تشوفون، فمثلا على اختصاصنا مثلا الليترشر راح يطلع لك الستايلز الرئيسيه المختصه بالليترشر. وخرها مثلا تريد مثلا نقول كيمستري مثلا كيمياء، راح يطلع لك الستايلز الخاصه بالكيمياء. تقدر تضيف من هنا اي ستايل يعجبك. وهذه اللي موجوده كل العلوم تقريبا موجوده هنا. نرجع الى create bibliography. اوكي، فاحنا هنا نختار بما انه طلاب قسم اللغه الانجليزيه بالادب يختارون دائما المودرن لانجويج اسوسيشن اللي هو MLA. فنختار MLA. احنا نريد bibliography. اوكي، تريد تحفظها، احنا نسوي لها كوبي تكليب. راح نقول له اوكي، نروح على دوكيمنت موجود مفتوح، مجرد انه نضغط يمين وراح هو يرتب لنا المصادر. حاليا رتبناها على الستايل اللي هو MLA. اوكي، نقدر هنا مثلا تحديد الكل حددينها احنا كرييت، راح نختار مثلا الستايل الخاص باللغة ABA American Psychological Association. خلنا نختاره، نقول له اوكي، جماعة اللغة، نضيفه هنا. فهذا نضاف بالMLA، هنا نضاف بالABA. يعني نشوف مثلا الاسم نفس الاسم لكن فرق مثلا السنة، هنا السنة بالأخير. اوكي، هنا اضاف مثلا الاسم، يعني ماكو فرق. وشكرا جزيلا.